يديو تاخرونوتا المطرب المصري الذي كره إسرائيل الآن ضد داعش. اهتمت صحيفة يديو تاخرونوتا العبرية بالأغنية الأخيرة للمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم والتي تحمل اسم أمير المجرمين، حيث هاجم فيها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، الأمر الذي أثار غضب التنظيم وجعله يعلن إهدار دمه، حيث تلقى شعب الله تهديدات بالقتل من جانب داعش ردا على هذه الأغنية. وقال المحلل الإسرائيلي لشؤون العربية روي كياس أن شعب الله حقق شعبية هائلة من خلال أغانيه السياسية، ذلك بعد أن حقق نجاحا كبيرا بسبب مهاجمته لإسرائيل في أغنية سابقة باسم أنا بكره إسرائيل، وكذلك انتقاده للرئيس الأمريكي باراك أوباما، إضافة لمهاجمته جماعة الإخوان قطر وتركيا مؤيدا الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي. يا أبو بكر يا أبو غدادي، يا أبو بكر يا أبو غدادي، يا أبو بكر يا أبو غدادي، يا أمير المجرمين، شكلك غشيم وفاضي ومعك حبة مجانين، شكلك غشيم وفاضي ومعك حبة مجانين، معك حبة مجانين. خلافة يا أبو خلافة، ما تصلي على الرسول، كلامك كله خرافة، مين اللي بعتك قول، كلامك كله خرافة، مين اللي بعتك قول، مين اللي بعتك قول. تسمي نفسك داعش، تسمي نفسك رعد، الناس خلاص عرفوكم خاينين وشكل بعض، الناس خلاص عرفوكم خاينين وشكل بعض، خاينين وزي بعض. قسمتوا الناس فصايل وكتير ضلوا الطريق، اهو انت واللي زيك الدين منكم بريء،